بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بنحتفل بعشية القديس العظيم فلوباتير أبو سيفين، وأول مرة تبقى العشية مختلفة عن كل سنة، وإن شاء الله تبقى دي يعني آخر مرة نحتفل المرة الجاية زي ما كنا بنحتفل بالاحتفالات بتاعتنا. كنيسة بتعلمنا في احتفالات القديسين إن احنا نبص عليهم. هدف الأساسي كده هوت من العشيات ومن الاحتفالات، وانظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. تعالوا نبص مع بعض كده هوت على سورة أبو سيفين، واسمعوا الإنجيل اللي قراه أبونا النهاردة بتاع العشية، واسمعوا الجزء اللي أنا هقراه لكم. عايز كل واحد يبص في الصورة ويشوف إزاي أنه هذا الإنسان سلك كما يسلك بحسب كلام الإنجيل. مزمور كان بيقول إيه؟ الذي يعلم يدي القتال وجعل ساعدي أقواسا من نحاس ومنطقتي قوة في الحرب وعقلت كل الذين قاموا علي تحتي. وفي أفسس 6 يقول كده هوت: أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل. هيا لما نبص كده هوت على الصورة بتاعت أبو سيفين، نشوف كده هو، نشوف إنسان معاه لابس سلاح الله الكامل، خوذة وسيف ودرع، يعلم يدي القتال. وده اللي ربنا عايزه من كل واحد فينا. ازاي ان حياتنا على الارض هي حياة جهاد؟ الله بيديك اسلحة كتيرة تستعملها. لما هذا الشهيد استعمل السلاح بتاعه اللي هو السيف والترس والرمح والخوذة، قدر ان هو ينتصر. هكذا بقى حياتنا الروحية احبائي. ممكن حد يشوف الناس اللي بره دي؟ ربنا بيديك في الحقيقة أسلحة كتير إنك أنت تستعملها. إيه السلاح اللي ربنا مديه لنا؟ أول حاجة ربنا مدينا كلمته. كلمة ربنا بالنسبة لكل واحد فينا أحبائي هي سلاح. شفنا ازاي ان ربنا يسوع المسيح وهو على الجبل وهو صايم يجي الشيطان عشان يجربه، يقول له كده: ان كنت ابن الله قل للحجاره تصير خبزا. فيكون رد ربنا عليه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. وتبقى كلمه ربنا بالنسبه لي هي اللي تسحق بها الشيطان. كلمة ربنا بالنسبة لي هي سر النصرة. أنا بتحارب بحروب كتيرة، أنا تعبان من خطية معينة، هتلاقي كلمة ربنا هي السلاح اللي بتسندك. إزاي الواحد فينا يهتم قوي بالقعدة مع ربنا كل يوم؟ كلام ربنا أحبائي بالنسبة لنا هو زي ما قال الكتاب: سراج لرجلي كلامك. هو اللي هينور لك الطريق، هو اللي عرفك إزاي تمشي،
وإزاي تنتصر. أكتر حاجة بتضعفنا إن إحنا مش بنهتم بكلام ربنا. والفكرة برضو مش قراية بس، الفكرة إنك أنت تقرأ وتعيش بالكلمة. فمرة كده هوت أحد الرهبان في الدير، راجل كبير، فجايب حد من ولاده من تلاميذه يعني يقرأ له، فبيقرأ: الذي يعلم يدي القتال وجعل ساعدي أقواسا من نحاس. قال له: كفاية يا ابني. قال له: لسه يا أبي ما خلصناش، ده احنا ما قلناش غير آية. قال له: يا ابني لما نعيشها الأول، لما نعيشها الأول. إزاي تعيش كلمة ربنا؟ إزاي كلمة ربنا بالنسبة لك تبقى كلمة معاشة؟ لا تدينوا كي لا تدانوا. إزاي تعيش الكلمة ديت؟ هو ده السيف اللي أنت تبقى شايله في إيدك. هو الملاك لما اداله سيفا من نار، ده كان إيه يعني؟ سيف يعني حارب بيه؟ ولا كانت كلمة ربنا القوية الحارقة للشيطان؟ إزاي أنه قدر يقف قدام الإمبراطور ويرفض كل الإغراءات بتاعته؟ بكلمة ربنا. السيف اللي أنت تحمله في قلبك وفي فكرك هو كلام ربنا. إزاي تنتصر على الأفكار اللي هنا؟ بكلام ربنا. وده اللي قاله ربنا يسوع: أنتم أنقياء. ليه؟ لأجل الكلام الذي كلمتكم به. يبقى كلمة ربنا هي سر النقاوة بتاعتنا. فمرة كده هوت واحد من الرهبان راح للأنبا أنطونيوس، قال له: يا أبي أفكار النجاسة بتحاربني. فكان رده إيه؟ قال له: اجهد نفسك في قراءة الكتب المقدسة فهي تخلصك من النجاسة. أفكار كتيرة شغلاني تعباني. طب افتح الإنجيل كده هوت واقرأ: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. فتلاقي كلام ربنا عمال يحرك جواك مشاعر نقاوة، يطرد الفكر المزعج. بتتحارب بأفكار قلق وخوف: ها أنا معكم كل الأيام، لا أهملك ولا أتركك. أنتم أفضل من عصافير كثيرة. كل واحد كده يجي له لحظة يخاف يفتكر الآية دي: أنتم أفضل من عصافير كثيرة. شوف ربنا إزاي مهتم بالعصافير، بالمطر، وقت المطر، وقت المفيش أكل، وتلاقي ربنا واخد باله من كل عصفور في السماء طاير. طب ما بالك أنت وإنتي اللي صورة الله ومثاله. يبقى ربنا إزاي مهتم بيك بس مش واخد باله، بس الأمور مش ماشية كويسة، بس الكورونا مالية الدنيا. أنتم أفضل من عصافير كثيرة. فتبقى كلمة ربنا في كل لحظة هي السلاح بتاعي اللي بقدر أتسند عليه. أتسند عليه ضد الخطية، وأتسند عليه ضد الأفكار المزعجة، وأتسند عليه في الفضيلة. إزاي الواحد فينا ينمو في الفضيلة إلا بخلال كلمة ربنا؟ كل من سألك فأعطيه. فتلاقي إنسان كده هو عايش بروح العطاء، يعطي من ماله، يعطي من وقته، يعطي كلام حلو، يعطي حب، يعطي اهتمام للناس، يعطي يعطي. فتلاقي كل الناس تحب تقابله. عارفين كده لما يبقى واحد دايماً عنه العطاء المادي، أول ما الناس البسطة يشوفوه يعملوا إيه؟ يجروا عليه. ليه؟ هيديهم. طب أنت لو بتدي كلام حلو، أنت لو بتدي تشجيع للناس، هتلاقي كل الناس بتجري عليك، منتظرة منك كلمة حلوة، منتظرة منك تشجيع. عشان كده الكتاب قال كده: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. كل ما تدي تلاقي قلبك فرحان أكتر، كل ما تدي تلاقي قلبك فرحان أكتر. إحنا كل بقى ما نبص كده هوت، أنا أكلمتكم على حاجة واحدة كانت في سلاح أبو سيفين، اللي هو
السيف، لكن فكر بقى في الخوذة اللي على دماغه دي، وفكر كده هوت في الترس، فكر في الدرع، اقعد اتأمل كده هوت في كل جزء من السلاح اللي هو لابسه، وتعرف قد ايه انه سلاح الله الكامل اللي اتكلم عنه القديس بولس الرسول في افسس 6 لما بص على الجندي الروماني اللي كان واقف يحرسه، فتخيل كده منظر، تعرفين هو كتب افسس وهو في السجن، فلما بص عليه كده هوت قال يا سلام، الاسلحه اللي لابسها الجندي دي تحميه وتنجيه وتنصره. هكذا الانسان الروحي لما يلبس او الانسان المسيحي لما يلبس سلاح الله، لما يهتم بانجيله، لما يهتم بصلاته، لما يهتم بمطنياته، لما يهتم بخلاص نفسه، فكري مشغول بإيه؟ أما نحن فلنا فكر المسيح. يعني إيه فكر المسيح؟ المسيح دايماً يريد خلاصنا وأبديتنا. أنت دايماً أفكارك بتفكر كده هوت في خلاص نفسك، وبتسعى لأجل خلاص نفسك. فكر دايماً الأمر دوت اللي أنا هعمله، المكان ده اللي أنا هروحه، يساعد على خلاص نفسي ولا يضيع أبديتي؟ صدقوني لو كل واحد فينا وقف قدام كل فعل وفكر في الأمر دوت لخلاص نفسي ولا لأ، حياتنا هتتغير كتير قوي. قرارات كتيرة في حياتك ممكن تتغير. ليه؟ لأنك هتبص كده هوت، وأنا لو رحت المكان دوت، المكان ده مش مناسب. لسه كان حد بيحكي لي على شخص معين يعني، فبيقول لي شخص دوت كويس بس ما عندوش مانع ان هو يعني يبقى فيه شوية خروجات كده هوت زيادة، او يبقى فيه شرب، او يبقى فيه. فقلت له حبيبي، الشخص دوت سلوكه يوصل يساعد على خلاص نفسي ولا يضيع خلاص نفسي؟ فكر، احكم. لو ربنا مش عايزنا بنفكر ما كانش ادانا عقل، لكن ربنا ادانا عقل بحرية. ولا انا عايزكم تفكروا زي ما انا بفكر. الله يريد ان الجميع يخلصون، يبقى ربنا فكره فينا الخلاص، يبقى انت كمان فكرك في نفسك ازاي تخلص. كيف نخلص؟ بان احنا نعيش كما عاش المسيح. احنا بنحتفل بهذا القديس المحبوب لنا كلنا من اجل شجاعته وايمانه. عشان كده احنا كمان لازم نتشجع في جهادنا الروحي. لازم كل واحد فينا يهتم قوي بابديته، يهتم قوي بخلاص نفسه. وده مش هيجي غير لما فعلا كل واحد فينا يحمل سلاح الله الكامل، انجيلك في ايدك، اجبيتك معاك، مطنياتك، اصوامك، قداساتك، عطاياك، كل دي الحياه اللي انت بتعيشها مع ربنا، كل دي سلاحك. طبعا سمع حد بيقول لي موبايل، موبايل ده يوديك في داهيه. نشكر القديسين دول، اياميهم ما كانش في موبايل، عشان كده هم صاروا قديسين. وان كان ممكن الانسان يستعمل الموبايل في حاجات كويسه، لكن دايما الشيطان يخش يفسد لك اللحظات الحلوه بتليفون، بواتساب، باي حاجه. تقول لي ما انا بصلي اهو الاجبيه، انت فاتح الانجيل اهو على الموبايل، اه بس جالك واتساب كده اهوت من فوق، عارفين اللي بتيجي فوق ديت، فتقول طب بص ابص شوف مين عايز ايه، مين عايز ايه، خرجت بره خلاص، رميت سلاحك، رميت سلاحك. هيعمل فيك الشيطان
هيبهدلك. عشان كده خلي دايما سلاحك في ايدك، خلي دايما سلاحك في ايدك. خلينا نخرج بتدريب صغير كده هوت النهارده، انه كل يوم يبقى ليك قاعده مع ربنا ربع ساعه مع الانجيل. فرصه في هذا الصيام كده هوت، عندنا فرصه رائعه ان احنا مركزين وعارفين ان احنا صايمين، وبالتالي احنا كلنا بنجاهد من اجل خلاص نفوسنا. فمع الصيام دوت خصص ربع ساعه كل يوم انك تقعد مع الانجيل. لسه كنت بقول لهم في العشيه انه لو قريت انجيل مرقس وانجيل لوقا الاثنين يعملوا 40 يوم من هنا للعيد. وركز بقى في قرايتك، ركز على توبة بتاعتك، ركز على خلاص نفسك، ركز على الفرح، خد موضوع واهتم بيه جوه كلمة ربنا. ربنا يديني ويديكم أحبائي إن احنا نتمتع بهذه الأيام المقدسة، بهذا الصوم المقدس، ببركة صلوات شهيد أبو سيفين. بالنسبة للقاعة والمسرح، الناس اللي في القاعة والمسرح هيتعمل لهم زفة دلوقتي برضو بعد ما نخلص التطيب. الآباء هيروحوا بالجسد هناك، خليهم في مكانهم، هيروح لهم الجسد لغاية هناك وهيتعمل لهم زفة تحت وفوق لغاية عندهم. كل سنة وانتم طيبين لإلهنا المجد الدائم الأبدان.